اهلا بيكم، معاكم ساره اشرف. النهارده انا هشرح لكم درس التهجين. التهجين هو درس بسيط جدا وسهل، وان شاء الله تفهموه معايا النهارده ويبقى سهل وبسيط بالنسبه لكم انتوا كمان. اول حاجه هتكلم عنها او اول حاجه نعرفها ايه هو التهجين، والتهجين ده بيحصل في اي حاجه وخلاص ولا ليه شروط معينه؟ فالحاجات اللي احنا هنتعلمها مع بعض في الدرس النهارده تهجين الاوربيتالات الذريه. احنا النهارده هنتكلم عن الاوربيتالات وازاي نهجنها، واكيد عشان نهجن الاوربيتالات مش هيحصل التهجين كده وخلاص، اكيد هيبقى فيه خصائص وشروط للتهجين ده. وبعد كده هناخد مثال ونشوف التهجين اللي حصل في المثال. فاول حاجه هنتكلم على الدرس، هنبدا درسنا هشرح لكم ثلاث حاجات او هنمشي بخطه مع بعض في ثلاث حاجات: التعريف بتاع الدرس وتعريف التهجين نفسه عامه، وبعد كده خصائص التهجين دي، وبعد كده هديكوا امثله. فلو اتكلمنا اول حاجه عن تعريف التهجين وبصينا على التعريف اللي عندنا كده او التعريف اللي موجود في كتاب المدرسه، ايه هو التهجين؟ بيقولك هو التهجين هو اتحاد او تداخل بين اوربيتالين مختلفين او اكثر في نفس الذره، وينتج عنه اوربيتالات ذريه جديده. الاوربيتالات دي بتكون متكافئه وتعرف بالاوربيتالات المهجنه. طب يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهمه برضو. هقولك بص يا سيدي، التهجين ده هو ان انت بتجيب اوربيتالات. الاوربيتالات دي لازم تكون اول شرط فيها انها تكون اوربيتالات نفس الذره، يعني اوربيتالات مثلا قول فليكن عندنا ذره كربون، عايزين نهجن الاوربيتالات بتاعتها. ما ينفعش اجيب اوربيتال اهجنه من ذره كربون واوربيتال من ذره تانية، لا، الاوربيتالات لازم تكون بتاعت نفس الذره، بس اوربيتالات ذره الكربون. همسك الاوربيتالات دي وامسكها كده اهجنها اخلطها مع بعض علشان اطلع الناتج عندي اوربيتالات جديده. الاوربيتالات الجديده دي بتبقى متكافئه. ايه معنى كلمه متكافئه؟ متكافئه بالظبط، ما هو ده بقى اللي انا عايزاه، عايزه اوربيتالات متكافئه. متكافئه يعني متفقه في الشكل، عندها نفس الشكل ومتفقه في الطاقه، نفس الطاقه، طاقتهم متساويه. اوربيتالات كده كلهم بنفس الطاقه، واوربيتالات كلهم اشكالهم زي بعض. والاوربيتالات اللي بتطلع دي اسمها اوربيتالات ايه؟ مهجنه. زي ما احنا شايفين عندنا، لو جينا في الرسمه دي عندنا اوربيتال اس وعندنا الاوربيتال بي. الاوربيتال اس احنا طبعا عارفين شكله ان هو شكله كروي او مدور، والاوربيتال بي شكله زي ما احنا شايفين في الشكل اللي عندنا شكله مغزلي. فلو جينا مسكناهم عملنا لهم هجناهم مع بعض، ده عملنا لهم تداخل، مسكنا الاوربيتال بي زي ما احنا شايفين اهو، ادي الاوربيتال بي عمل تداخل مع الاوربيتال اس، ايه اللي هينتج عنه؟ دول كام اوربيتالين؟ هينتج برضو اوربيتالين، بس الاوربيتالين الجداد شكلهم مش زي القدام. بص شكلهم عامل ازاي، ادي الاوربيتال، ده اوربيتال وده اوربيتال. طب ايه يا ترى؟ لسه ده اسمه بي وده اسمه اس؟ قال لا خلاص، هما بقوا اوربيتالات جديده. بقوا بصوا، ده اسمه اس بي وده اسمه اس بي، والاثنين لما بنحطهم جنب بعض بيدونا الشكل اللي في الاخر اللي هو ده كده. والشكل ده بيتميز بحاجه حلوه جدا، ان الشكل ده اكثر بروزا للخارج، ودي خاصه من الخواص اللي انا محتاجها او اللي انا بعمل التهجين بسببها. طب ليه هي هتستفيد بايه اكثر بروزا للخارج؟ اقول لك اكثر بروزا للخارج معنى كده ان هو عنده قدره انه يتداخل مع اوربيتالات بتاع ذره تانية، معنى كده ان هو عنده قدره احسن انه يكون روابط تساهميه، وهو ده اللي انا عايزاه. انا اصلا بعمل التهجين عشان اقدر اكون روابط تساهميه كده. طب تاني حاجه هتتكلمي عنها ايه؟ قلت لكم عايزه اقول لكم الشروط بتاع التهجين. اكيد التهجين ده مش هيحصل كده وخلاص، كده انا عندي شروط معينه عشان التهجين ده يحصل فيها. هما ثلاث شروط سهلين وبسيط خالص. ايه هما؟ اول حاجه التهجين ما ينفعش يحصل بين اوربيتالات كذا ذره، جيب بقى ذره وذره والاوربيتالات بتاعتهم، ما ينفعش الكلام ده، لازم نفس الذره. يعني هيحصل بين اوربيتالات فليكن عندنا ذره الكربون، يحصل بين اوربيتالات ذره الكربون، الاوربيتال اس بتاع الكربون مع الاوربيتال بي مثلا من كربون تاني، بس المهم نكون اوربيتالات ذره الكربون. تاني حاجه ان الاوربيتالات دي ما ينفعش تكون مثلا اوربيتالات من مستويات طاقه بعيده عن بعض جدا، مش هينفع، فلازم تكون اوربيتالات متساويه في الطاقه. فليكن مثلا عندي اوربيتال من المستوى 2s واوربيتال 2b، دول ينفعهم اوربيتالين ما هو تقريبا متساويين مع بعض في الطاقه، مثلا زي الاوربيتالات 4s و3d و3b، دي الاوربيتالات دي متساويين مع بعض في الطاقه. انما ما ينفعش مثلا اقول 2b او 2s مع 3d، ما ينفعش، او 2s مع 3b بعيد قوي في الطاقه، مش هينفع اهجنهم، هيبقوا بعاد عن بعض جدا، ما اقدرش، لان انا عايزه ايه في الاخر؟ عايزه اوربيتالات تكون متفقه في الشكل ومتساويه في الطاقه، فمش هقدر اعمل ده. بعد كده قال لي في حاجه، طب يا ترى الاوربيتالات المتهجنه دي والاوربيتالات الداخله، الاوربيتالات النقيه دي المقصود بيها او المقصود بيها
الاوربيتالات اللي هي دخلت اللي هي كانت نقيه، يعني مثلا اس وبي 2 اس و2 بي، الاوربيتالات النقيه اللي دخلت في عمليه التهجين، والاوربيتالات المهجنه دي الاوربيتالات الناجيه. قال لي عدد الاوربيتالات اللي بتنتج هي هي بتساوي عدد الاوربيتالات النقيه. يعني انا دخلت اوربيتال 1 اس مع 1 بي هيدولي 2، بس هنغير اسمهم، هيبقى اسمهم اس بي، هيديني 1 اس بي مع 1 اس بي، هو هيدولي زي ما احنا شايفين تحت اهو، اهو ادي الاوربيتال اس مع الاوربيتال بي اداني 2، ادي 1 اس مع 1 بي، بيلتحموا مع بعض في الشكل ده في الاخر ويدوني الشكل ده اللي بنسميه شكل خطي، فينتج عندنا ادي اوربيتال اس وادي اوربيتال اس. طيب دخلت اوربيتال اس مع اوربيتالين بي، معايا اوربيتال اس اوربيتالين بي كده، معايا كام اوربيتال دخلتهم؟ 3 اوربيتال. قالوا لي هيدوكي 3 اوربيتالات، اوربيتال اس وادي اوربيتال بي وادي اوربيتال بي تاني، هيدوكي 3 اوربيتالات، بس هيكون الثلاثه دول ليهم اس واحد، اس بي 2 اهو بالشكل ده، ادي اس بي 2 مع اس بي 2 مع اس بي 2 اهو، 3 اوربيتالات كل اوربيتال فيهم اسمه اس بي 2، وهيدوني شكل في الاخر هما ادي اس بي 2 واس بي 2 اس بي 2، وفي الاخر هيلتحموا مع بعض ويدوني الشكل ده اللي انا بسميه، هو شكله باين عليه، هو اهو مثلث مستوي عادي، ومثلث الفرق بين زواياه او ادي المسافه اللي بين زواياه دي 120 درجه. طيب ما دخلت بقى 1 اس بس المره دي مع 3 بي زي ما احنا شايفين، ادي 1 اس 1 2 ادي 3 بي، هيدوني ايه؟ قال لي عادي مش دخلتي ياهم 4، هيطلعوا لك 4 بس كلهم الاربعه اسمهم اس بي 3، ادي 1 اس بي 3 1 اس بي 3 1 اس بي 3 1 اس بي 3، وبعدين هيلتحموا مع بعض ويدولك الشكل ده. الشكل ده اسمه هرم رباعي الاوجه. هو الهرم رباعي الاوجه ده بص مكون ازاي؟ ان عنده 1 2 3، هو زي المثلث بس في واحد في اللي هو اوربيتال جاي من ورا، فعامل لي شكل الهرم رباعي الاوجه، وبيقول لي ان الزاويه بين الاوربيتالات دي 109.5 درجه، فهي دي الاشكال بتاعتها. فلو جينا بقى نعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف نعمل مقارنه بين ده. احنا لاحظنا كده ان في انواع، مش اي تهجين وخلاص، على حسب عدد الاوربيتالات اللي هتدخلها، على حسب نوع التهجين اللي هيطلع لك، فمعنى كده طلع لي انواع في التهجين. طب تعالوا نشوف بقى الفرق بينهم او نقارن بينهم. اول نوع عندي الاس بي والاس بي 2 والاس بي 3، قال لي عدد الاوربيتالات النقيه اللي داخله في التهجين في الاس بي 1 اس 1 بي. طب اس بي 2 1 اس 2 بي، اس بي 3 1 اس و 3 بي. طب ادوني كام اوربيتال مهجن بقى؟ اقول لك تعالى اقول لك 2 من النوع اس، ما انا دخل عندي 2 اداني 2، هما ما بيقولوش ولا بيزيدوا، بيطلعوا لك 2 بس الفرق باسمهم جديد، بيطلعوا بشهاده ميلاد جديده، طلع اسمهم اس بي، دخل اس ودخل بي، طلع اس بي، خدناهم دمجناهم مع بعض طلع اس، طلع اس بي. طيب الواحد اس والاتنين بي طلع 3 اهو، مدخله 1 اس ومعاه اوربيتالين بي، طلع 3 اوربيتالات واسمهم كل اوربيتال اسمه اس بي 2. طيب دخلنا 1 اس مع 3 اوربيتالات بي، هيطلع لك 4، فمن النوع ان كل واحد اسمه اس بي 3. وخدنا احنا اشكالهم، اول واحد هيلتحموا مع بعض الاوربيتالين، ادي اوربيتال واوربيتال، اتنين اهم التحموا مع بعض اهم بالشكل ده بزاويه بينهم 180 درجه، ادوني شكل اهو خطي. ولو خدنا مثال عليه هيبقى مثال الاستيلين اس 2 اتش 2، مثال عليه الاستيلين اس 2 اتش 2. لو خدنا طيب تعالوا نشوف الاس بي 2، طلع لي شكل المثلث المستوي، ادي الثلاث اوربيتالات 1 2 3 اهوت، مدين لي شكل مثلث والزاويه بينهم كام؟ 120. ومثال عليه الاسيلين اس 2 اتش 4، وبعد كده مين؟ الاس بي 3. الاس بي 3 كام؟ 4 اوربيتالات، ادي 1 2 3 4 اهو، مديني شكل هرم رباعي الاوجه، دول الاوربيتالين دول قدام والاوربيتال ده ورا. تخيلوا انتوا لازم تتخيلوا شكله في الفراغ، الشكل الفراغ وشكله في الفراغ، تخيلوه حاجه كده ليها اتنين رجلين من قدام واحد فوق وطالع له رجل كده من ورا، هتتخيلوها هتلاقوه هرم فعلا، هو عايز شوية تخيل بس. والزاوية بينهم 109. ومثال على كده غاز الميثان اس اتش 4، وده هنتكلم عنه شوية كده بعد كده. في ملحوظة عايزة اقولها لكم،
الزوايا اللي فاتت دي، فاكرين الزوايا 180 120 على اساس ايه؟ على اساس ايه انا عندي الزوايا دي؟ قال لي بص يا سيدي، الاوربيتالات اللي هي الاس والاس دي، الاوربيتالات ده بيبقى فيه ايه؟ الكترونات. طب الالكترونات ده الاوربيتال ده فيه الكترون وده فيه الكترون. طيب والالكترون ده شحنته ايه؟ شحنته سالبه. طيب الشحنه السالبه وده شحنه سالبه، يبقى ايه اللي بيحصل بين شحنه سالبه وشحنه سالبه؟ تنافر. طيب لما يحصل تنافر ايه اللي يحصل بقى بين الاوربيتال ده؟ ده بيتنافر مع ده، يفضلوا يبعدوا عن بعض يبعدوا عن بعض لغايه ما يوصلوا لحاله استقرار. لما وصل حاله استقرار وجينا نقيس الزاويه اللي هم خلاص استقروا وبعدوا عن بعض، حاسس انهم خلاص بقى احنا كده بعدنا عن بعض ما فيه كفايه، مش طايقين بعض، لقيناها ان هي زاويه 180. فلما يقول لي ليه اشمعنى ده زاويته 180، اقول له علشان هم الاثنين شحنتهم هنا في الكترونات، والالكترون هنا في الاوربيتال ده والالكترون في الاوربيتال ده شحنتهم سالب، فبيحصل تنافر. فلما بيحصل تنافر بيبعد كل منهم لاقصى درجه، الاقصى درجه دي لما يحصل عندها خلاص ان هم كده مستقرين، فنيجي نقيسها هنلاقيها ايه؟ هنلاقيها 180، هنلاقيها فليكن هنا 109. هي دي 109 معناها ان هم الاوربيتالات دي بعيده عن بعضها كده وفي حاله استقرار، والتنافر اللي بينها كده عند زاويه 109، هنا في حاله استقرار والتنافر بينها وبعيده عن بعضها بقدر 120 درجه، هما كده مستقرين، دي الحاله المستقره بتاعتهم. ماشي. بعد كده عايزين ناخد غاز الميثان. تعالوا نشوف التهجين بقى او نتكلم ازاي عملنا تهجين في غاز الميثان. بيقول لنا لما جم يدرسوا الرابطه في غاز الميثان، الميثان ايه؟ CH4. لو ان احنا عندنا ايه؟ ذره كربون واربع ذرات هيدروجين. لو ان ذره الكربون هترتبط عن طريق اربع روابط متماثله تماما في الشكل والطول والقوه وكل حاجه. طب روحنا بصينا، تعالوا كده نشوف، بصوا تحت هنا، بصوا توزيع الكربون 2 في الوان اس 2 في التو اس واتنين في التو بي. الكربون عنده في المستوى الاخير اربع الكترونات، 2 في التو اس واتنين هم مفردين في التو بي. طب ما احنا، طب ما اللي هنا مش الالكترونات اللي هنا والالكترونات اللي هنا، لا مش نفس الالكترونات في الطاقه، والاوربيتالات دي مش نفس الاوربيتالات في الطاقه. وهنا قال لي حاجه، قال لي الاربع روابط زي بعض في الطول والقوه. طب ايه اللي يحصل؟ نعمل ايه بقى؟ قال لي ولا حاجه، كده نمشي بطريقه تانية، مش هيرتبط عادي، مش هيجي بقى ذره الكربون تمسك هنا وذره، لا ما ينفعش، لازم اخلي الاوربيتالات دي والالكترونات دي كلها متساويه في الطاقه عشان تحقق لي وتخليني الروابط كلها تكون متساويه في الطاقه. طب ايه هنعمل ايه؟ قال لي ولا حاجه، احنا نمسك ننقل اوربيتال هنا، ننقل قصدي الكترونات هنا، الالكترون ده هنا اللي هو في اس ننقله هنا، فبالتالي كده عندي اربع الكترونات مفرده. قلت له حلو، واربع الكترونات مفرده هيقدروا يكونوا رابطة سامية. حلو. قلت له بس لسه مش متساويين عني في الطاقه. قال لي ماشي، هنخليهم متساويين في الطاقه، بس الاول ازاي هننقل الالكترون ده نوديه هنا؟ بسيط، هنخليه يكتسب طاقه، فنعمل عمليه اثاره للذره، وما يعمل عمليه اثاره الالكترون هيتنقل من مستوى طاقه لمستوى طاقه اعلى، فيديني الشكل ده اهو بقى الاوربيتال، وعندنا اربع الكترونات في الاوربيتالات، وايه كلهم هم الكترونات مفرده يقدروا يكونوا رابط تساهمي، بس برضو مش متساويين في الطاقة. نيجي هنا بقى ونروح عاملين عملية ايه؟ التهجين. نمسك اهو عندنا واحد في الاس وكم في البي، تلات اوربيتالات ايه؟ بي. يبقى كده هنا عندنا ده نوع التهجين هيبقى اسمه ايه؟ اس بي 3 اهو، واحد اس وكم اوربيتال، ادي اوربيتال اتنين تلاتة اس بي 3. مسكنا هجن هجن هجن، طلعونا كام؟ اربع اوربيتالات. الرقم واحد اتنين تلاتة اربعة، كل اوربيتال اسمه ايه؟ اس بي 3. الاربع اوربيتالات دول مالهم؟ متساويين في الطاقة، يعملوا ايه؟ يكونوا روابط متساوية وفي الطول. ودي بقى اخر حاجة، دي مراجعة سريعة على ان احنا قلناه، وبعد كده معانا اسئلة للمراجعة، حلوها انتوا مع نفسكم بقى في البيت، ويا رب تكونوا فهمتوا الدرس وهو سهل جداً.